بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كان عبد الله رجلا أبيض جميل الوجه بارز الجبهة، أنفه مرتفع ومحدودب في وسطه، غائر العينين نحيل البنية، سمي عتيقا لجمال وجهه. كان أبو بكر رجلا رقيق القلب، رحيما شديد الحياء، طيب المعاشرة، حميد الأخلاق، كثير الورع، وكان تاجرا ناجحا. يقول سيدنا أبو بكر: كنا في الهجرة وأنا عطشان جدا، فجئت بمذقة لبن فناولتها للرسول صلى الله عليه وسلم وقلت له: اشرب يا رسول الله. يقول أبو بكر: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه يوم بدر: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وبالغ في التضرع ورفع يديه حتى سقط رداؤه وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني. فالتزمه أبو بكر الصديق من ورائه وقال: حسبك مناشدتك ربك، يا رسول الله أبشر، فوالذي نفسي بيده لا ينجزن الله لك ما وعدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال إنما أقول من الرجال. قال أبوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. أيها التابع هدي المصطفى، امضي في خير طريق قدما، إنه طوق النجاة للذي لم يزل بحبله معتصما.